وبنوصل للقاء الأخير اللي بيجمعنا بدكتور وليد أبو دهن، اختصاصي بأعصاب العمود الفقري. واليوم الموضوع بهم كتار من الناس، لأن يعني حالة شائعة، ما بعرف مع تطور كل هالطب والعلاجات بعد الميجران هو الشغل الشاغل عند كتار من الأشخاص، وقد ايه يعني لما يصابوا بكرايز يعني بتسود حياتهم، بتروح معهم يومين ثلاثة ليرجعوا يستعيدوا نشاطهم. كرمال هيك مع دكتور وليد أبو دهن رح نشوف شو هي الأسباب المؤدية لوجع الرأس أو تحديدا الميجران وسبل العلاج، انطلاقا من اختصاصه، انطلاقا أيضا من كل الوسائل الطبية الحديثة اللي عم بتكون بتصرف الأطباء لقد ما فيهم يساعدوا المرضى ليخففوا من هيدا الوجع ومن هيدا الستريس. دكتور أهلا وسهلا فيك. بونجور. شو قصة الميجران؟ قصة كبيرة. طيب ليه؟ يعني من وعيتنا وبنسمع ميجران. صحيح. ميجران وكرايز. كرايز هو الميجران، لأنه بتعرفي ليه الميجران هو ثالث مرض انتشارها بالعالم، يعني هو أكثر من الربو. أوف. إيه، وأكثر من أمراض القلب. وبيصير بنسبة 12% من العالم عندها ميجران. 12%؟ يعني احنا بنفكر بلبنان بنقول ايه انه على الستريس اللي عايشين وعلى الضغط حول العالم انه في ايه، وهو بنسبه 1 لـ5 للنساء، يعني عند كل رجل في 5 نساء قبيلهم. نسبه النساء اكثر. وعند النساء 80% من النساء بمرحله من مراحل حياتهم مرة صار معهم ميجرين. هلا ما بعرف اذا هون بدي يعني فوت على جانب الموضوع، اذا العاده الشهريه بتلعب دور، لان في ناس عندهم الميجران بترتبط بالدوره. صح. الشهريه. اكيد راح نضوي على هيدي. اوكي. سو الميجران هو الم الشقيقه، هو وجع بيصير بعده مراحل بحياه الانسان، في من الصغار للعمر الكبير. بيصير اكثر شيء هو بسميه الكلاستر ميجران، اللي بيجي النص نص الوجه، يعني يشمل يمين، وبنحس ورا العين في ضغط قوي. اوكي. وبتروح وجعه بين 3 ساعات لـ3 ايام حسب العلاج. اوكي. هلا شعور بتيجي معه وجع راس قوي، احيانا بصير عندنا مشاكل بالفيجن، بتضايق الضوء، كل شيء حسي، الضوء، صوت، ريحه بياثر علينا. في بتتفاوت نسبة الوجع فيه. اوكي. في ناس بتحس شوية وجع، في ناس بتحس وجع قوي. فعندي مريضة مهضومة بتقول لي بحس هامرينج عم بخبط عليه مثل الشاكوش. في كثير حالات، بس كلهم يعني كلهم نفس الشيء بينصبوا بخانة الميجرين. يعني أعصاب الراس والدينين والعيون كل شيء حس. ايه. بصير في غباش، بصير في طنين، يعني منه بحسه كمان بغيثان، بده يستغربوا كمان. في ناس ما بحين تشوفوا الضوء، في ناس بيغيبوا عن الوعي. يعني في كثير حالات بتصير حسب تفاوت الحالات. هلا لا بيصير لنا ميجرين، شو اسباب ميجرين عديده. هلا في السبب هو وراثي. 80% اللي عندهم من الناس اللي عندهم بالتاريخ العائلي فاميلي هيستوري عندهم ميجرين، عندهم ريسك 80% يصير لهم ميجرين. اوكي. يعني اذا واحد امه وجده وسته بالعائله في راسه. السبب الثاني بيكون في عندنا الرجي على الاكل او الشرب. اوكي. مثلا الناس بتاكل شوكليت، عصير، نبيد، هودي بكون عندهم بس بيكون عندهم استعداد يصير عندهم بيكون استعداد. وهذه الناس بيعرفوا حالهم لانه بيكون عارفين بس ياكلوا. اوكي. او في ناس ما بيعرفوا، بس لازم كمان هيك لازم على طول يداونوا على جنب شو قبل يعني العوارض وشو يعني الناس لما بيعرفوا لازم على طول يتذكروا قبل بيوم شو اكلوا شربوا او يسجلوا على ورقه مشان يتعود عنه. في العامل الهرموني يعني النساء السايكل، وبالاخص لما بيقترب موعد الياس يعني بالعام الخمسينات يعني. وفي عوامل تيجي مثلا امراض بالدماغ، امراض سرطانيه معقول تاثر. وفي نسبه مش معروف ليه النون، والنسبه الاكبر اللي نحن نضوي عليها اليوم هي تقويم الرقبه. اف. نعم. يعني الاعوجاج يعني بالخرزه الطبيعي هيك لقدام الرقبه راس طب لقدام. اوكي. لما الرقبه تكون هالوضعيه لقدام والكتاف مبرومين ونحس انه نقص اكسجين، تدفق دم. اكزاكتلي. سو بصير عندنا مشكله بالضغط على اعصاب العمود الفقري بالرقبه، اللي هن هودي بيوصلوا العين والبدان، كل الفاشل بيمرقوا من هون، صار في ضغط. والاهم من هيك في عندنا
البلاد ارتري هذا الوريد اللي الوريد هذا بناخذ منه نبض، هذا الوريد اللي بصير عليه الضغط كثير بصير الفلو الدم على الدماغ منه طبيعي، وبالتالي بأثر على كمية الأكسجين والغذاء بياخدوا الدماغ، وبالتالي لما عم ننام نحن بالليل ما عم ننام مزبوط، عندنا نومة متقلبة بين ديب سليب ولايت سليب، نوع بكرة تعبانين مش تعبانين نوم، وهيدي بتوصل للمجرين. طيب دكتور، يعني مطلق مريض عنده هيدي الحالة بيقصدك، شو أول شيء بتسأله عنه؟ يعني بتعمل مثل تشخيص، شو أساس هيدا التشخيص؟ بنفس الوقت يعني لوين ممكن نروح لنأكد؟ ممكن تطلب صور شعاعية، ما بعرف إذا بينطلب ARM بتبين يعني فحص ARM مكامن الخلل بالرأس؟ لا، هذا السؤال كثير بنطرح، انه بعمل MRI او ARM او رنين مغناطيسي. ARM ما ببين ابدا مايجرين، لانه ARM بتصور اي تغيير هيكلي ببنيه الدماغ. اوكي، ورم، انسجه غير طبيعيه، نزيف، اي شيء بالدماغ يكون شكله يعني في تغيير هيكلي ببين بالMRI. اما المايجرين هو عباره عن ناتج عن اضطرابات بالشحنات الكهربائيه. اوكي، اللي بتمرق بالعصب بالدماغ، سو كمان ما بتبين بالامراي، سو بيعملوا امراي بيقولوا لك ما انت امراي ما بين في شيء، هو امراي ما ببين وانه منه دياجنوز. طيب على شو بتبني تشخيصك دكتور؟ اذا عنده صوره اكس رايز، اوكي، فينا نشوف او امراي للرقبه، فينا ناخذ عليه على اساس نشوف كيف تقييم الرقبه. اذا ما كان فينا فحص طبيعي، فينا نعرف نشوف نشخص المريض بالفحص، نعرف رقبته اذا دافش لقدام او بشكل تكون باينه، فينا نساله اسئله عن طبي، ناخذ تاريخ تاريخ طبي تبعه، اذا عنده نوع اكله، نوع تاريخ حدا بالعائله عنده، نوع شغله، ستريس ليفل، ستريس اللي عايشه، لان كل هذه الامور ثم نعمل التشخيص بيست على حياه المريض، كيف عايشه وشو كيف الدايت تبعه، وعلى اساسها بنروح للعلاج. بيختلف العلاج من شخص لشخص، يعني في علاج ممكن يكون موحد لكل مصابي الميجران، وفي علاجات او حالات معينه بتتطلب علاجات مختلفه او انواع مختلفه حسب الاسباب اللي ذكرتها حضرتك. صحيح. هلا اليوم مثل ما حكينا المشكله من العمود الفقري، بنعالج العمود الفقري، ويمكن احيانا وجع ظهرك، اذا واحد عنده مشكله بالظهر بصير عنده وجع مايجرين. كيف؟ لانه مجرد ما يكون عندك مشكله بظهرك نحن بصير نفوش الرقبه لقدام مشان نخفف ضغط على الظهر، وبالتالي حطينا هاي الوضعيه الغلط، والوضعيه حتى الاكتاف كمان بياخذوا هيدي الوضعيه بالضبط لصنع ميجرين. وبلس انه هذا شيء كثير شائع اليوم، التليفون الاشياء اللي عايشينها اليوم، فهذه كلها بتوصل انه يصير عندنا مشكله بالعمود الفقري. هلا هيدي اكيد العلاج، والشغله الثانيه كل حسب المريض وحالته، بس انه بشكل عام نحن بنشتغل لنصلح المشكله من دون دواء اكيد، لانه اليوم في كثير ادويه مايجرين مسكنه، اليوم صار في دواء سبراي بتاخذه 48 ساعه بيروح الوجع، بيوقف لك وجع 48 ساعه، بس بعدها بيرجع الوجع، يعني ما حلينا المشكله مش اكثر عم نسكن. نحن بنشتغل اللي وقف المشكلة ونحلها، يعني مسببة المايجرين إذا كانت هذه المشكلة جاية من العمود الفقري. نعم. حكينا عن نسبة كثيرة على بين 60-70%. طيب عندي سؤال دكتور وليد أبو دهن، بمجال اختصاصك يعني أعصاب العمود الفقري، ليه بتجي كرايز فجأة؟ بيكون الشخص قاعد معك مبسوط، يمكن يكون بسهرة، يمكن نايم مرتاح، بيوعى من النوم، لقطوا هيدا الوجع الراس، اخ دخيلكم. ايه. بتشوف ناس يعني بيعصبوا راسهم. صح. مشان تيعملوا هيدا الضغط، لان بيقولوا لك عم بيطير راسي عن كتافي. ليه فجاه بدون سابق انذار، مع انه شخص بيكون عرضه للميجرين، بس الاوقات بتختلف، الحالات بتختلف، فجاه صح. هيك ما له انذار. هلا هو بيجي حالات، هي بيجي انواع الميجرين، وفي ناس بسموها اورا، يعني بحسوا قبل بيوم انه بده يصير مع مايجرين، بصير عنده بصير يحسوا النظرة ببر. هيدي اورا ولا خبراتهم مع الميجرين بتخليهم؟ لا بسموها اورا، بسموها هنا اورا. أوكي. مش اورا الطاقة، الاورا بسموها انه بصير يشوف، حس بيعرف حاله بعد يوم يومين جاي المايجرين. في ناس بيعملوا بياخذوا شيء تريجر، مثل بيشربوا بيض، بياكلوا شوكليت او وات ايفر، شيء بيعملوا تريجر للمايجرين، لانه هذا الشيء. في ناس بصير عندهم صدمه عاطفيه، في ناس اوفر ستريس، في ناس من قله النوم، في ناس يعني في كثير اشياء، الديهايدريشن، ما بيشربوا مي كثير، كل هالاشياء بتحفز، هي تعمل تريجر. سو بتكون عده اسباب، الجسم عم يتحمل، بيوصل لمرحله بيقول لك ما عادش فيني
نعم. طيب دكتور أبو دهن، بدي فوت لمجالك، لاختصاصك تحديدا. بنعرف أنك يعني الدواء يمكن آخر الكي مثل ما بيقولوا. ما في، عندي ما في دواء. ما في دواء، عم بقول يعني آخر الكي إذا انقطع الأمل. كيف بيصير العلاج؟ يعني اليوم مطلق شخص عنده حالة الميجرين، اختبر هيدا الوجع، لأن كتار من الأشخاص اللي زاروك دكتور بعرفهم بيخبرونا أخذوا نتيجة، بس بيقولوا أنه كيف هيدا العلاج؟ يعني ما في هيدا اللمس الضغط كمان، ما في يعني مثل ما نحن فكرنا أنه منشوفهم بالدعايات بيقلع من هون بيبرم الرقبة هيك وبيعلي الإجر، عم بتشوفهم أكيد صحيح. وعم بيعطوا نتيجة، ما بقول لا، بس نحن دايما معودين على القوة، أنه بدنا هيك أنه إيدين يعني توجعنا تحس أني ارتحت. أكيد. هلا العلاج بيشتغل على مبدا تحفيز الجهاز العصبي لنقدر نبرمج عضلات الجسم. اليوم عندنا الرقبه داش لقدام والكتف شولدر مبرومين، نحن نرجع لورا ونجلس الرقبه ونحل المشكله. بالتالي بنشتغل على العضلات، ولما نحكي على مشكلة العضلات اكيد ما تفضلت، ما في مانيبيليشن، ما في طاقه، ما في شد. بنشتغل بواسطه الجهاز العصبي، بنحفز الجهاز العصبي ضغط كثير بسيط على نقاط معينه عند المريض، يتبع سيجنال للدماغ، الدماغ بيستجيب بيعتمر العضلات، العضلات بيجلسوا. يعني نحن بنرجع من نعمل ريسيت بنقول للعضلات، او بطب علاج كثير امن وكثير فعال، عم نحل المشكله مش عم نشيل وجع. يوم فيني اعطيك حبه دواء تقول خي صحيت، هالحكيم شو شاطر، بس ما حلت لك مشكلتك، ولا بس رمى فوق الحبه ترى الدواء بده يرجع الوجع. نحن بنشتغل ومن بدنا نعمل الوجع ومونيتور لشوف انه اليك يعني متابعه ومراقبه، اكيد عم بخف وجعك، قد ايه نسبه الوجع بتخف عندك. كل ما عم بخف الوجع كل ما بتحسن. اذا بعطيك انا دواء وراح الوجع كيف بدي اعرف انه عم بعالج؟ بس السبب بعده موجود. اكيد. سو نحن بنشتغل على مبدا انه نحل مشكله بعد عبر جلسات حسب حاله المريض، كم جلسه بده، ما فينا نحدد غير لانه كل انسان تشوف التفاعل والتجاوب. بس نحن عم نشتغل لنحل المشكله نهائيا. سو العلاج كثير امن، لانه نحن بنشتغل انا عم ساعد جسمك يصلح حاله بطريقه تحفيز الجهاز العصبي، وطريقه انه الدماغ بيبعث امر العضلات برجعهم بجلسهم لمحلهم، مش انا اللي برجعهم وبشد فيهم. طيب دكتور، انطلاقا من الكلام اللي تفضلت فيه وشرحت لي يعني اذا بدك مسببات الميجرين تختلف من شخص الى اخر، كلهم بيقدروا يلاقوا العلاج عندك؟ يعني لما بتقلي انه الاي ار ام ما بتقرا بالدماغ بالراس شو في مسببات للميجرين، بتقدر تعطينا يعني العصب هون او الرقبه او الالتواء؟ كيف بيكون العلاج؟ نفس الطريقة أو بتروح لأماكن ونقاط مختلفة؟ حسب كل حالة شكل منعالجها بطريقة، بس نفس المبدأ نفس الكونسبت. بس اليوم إذا عندنا مثلا مشكلة ميجرين نتيجة ألرجي حساسية على الأكل، ما فينا نعالجه أكيد. مشكلة منا فيزيكال، يعني منا شغلة أوكي. يعني بدنا نشوف دايتيشن أو طبيب يعني مختص، أو نقول للمريض أنه هذا الإشي هتعمل لك وجع، هتعمل لك تريك للميجرين توقفه. ما في سيمبل از ذات. في ناس بيكون عندهم مشاكل هرمونية مثلا، بده يعالجوا عند المريض المختص. كل حالة شكل. نحن نحكي عن حالات اللي بتنعد تقريبا شي 70% من الحالات اللي هي من نتيجة مس الاينمنت، عدم تقويم الرقبه. اوكي. اليوم اذا حدا عنده مايجرين بيشوف او بخلي حدا يطلع له يشوف راسه قديش لقدام وكتافه ورمين، معناتها هذا علاجه عنا او هذا العلاج اللي بيناسبه. صارت بعياداتك دكتور ان كان هون ولا بالخارج شفاء تام من الميجرين؟ اكيد كثير تام. يعني شوكي وانقلعت اكيد، مش بجلسه واثنين. عم نحكي عن عده جلسات. في شهادات حيه الموضوع هيدي. في ناس عندك كان عندها ميجرين 20 و 30 سنه. لا انا عم بسال مش لاعمل لك دعايه او لاسوي، بس لنستفيد من هيدي الخبره. لان اوقات يعني بتقول انه بلقاء من اللقاءات انه حطينا الميجرين بمصاف الامراض المزمنه. صحيح صحيح. بس يعني بتجي حضرتك اليوم بتقول لي في شفاء تام، يعني بيلفت لي سمعي هيدا الموضوع. نحن اللي عم نحل السبب. انا عم بحل السبب اللي وصل للميجرين. ما كان اجى لحاله الا بحالات اللي حكينا عنه، الحالات الثانيه. بس لما يكون السبب مشكله بالعمود الفقري، تقويم العمود الفقري هي بنحلها. طيب عبكير افضل من انه هيك يتمسك فينا الميجران؟ يعني عند
التقاط اشارات ميجرين، صحيح، ونستشير طبيب انه اذا هيدي عن جد ميجرين ما نكتفي بس بالمسكنات، افضل من ما تتطور الحاله سنين وسنين والانسان يكبر بالعمر. كل ما كبرت، كل ما كبرت المشكله كل ما كبرت العلاج تبعها. اليوم بتبلش هيدي الحاله بتشنجات بالرقبه والكتاف والرقبه بتشنجوا وبضلوا مشنجين وبتفرقوا كل كتافه، معناتها في عندنا مشكله. ليه الكتاف مشنجين؟ لانه في وضعيه الراس ما مضبوطه وهودا العضلات كامشين او حاملين الراس بوضعيه غلط، بالتالي راح تصير ضغط. سو مجرد ما نبلش نحس بتشنجات لازم نبلش هيدي اول بوادر انه بده يصير شيء وراها، اوكي؟ ساعتها نبلش نحل المشكله من الاساس. كثير مهم انه نسمع لجسمنا شو عم بخبرنا جسمنا، مش نتركه للاخر او نسكته بحب الدواء، لانه هذا جسمنا عم بخبرنا في مشكله عم تصير او بدها تصير او بدها تتفاقم. نعم. دكتور عم بيقولوا لي ورد سؤال، مدام عم تطرح السؤال بدنا ناخده بشكل جدي. بتقول صدرها كبير اجباري يعني عندها انحناء. ايه. شو بتقدر تعمل؟ هلا هيدي بتعاني من الميجرين طبعا أكيد. ومعروف السبب، هي بتقول انه عندها وزن. هلا هيدي اللي بتصير كثير بالحالات الصدر الكبير، يعني لما بصير في ضغط او في كمان حالات نفسيه لما بصير تخبي صدر احيانا تعمل انتقال وضعي غلط، وبصير كثير عند الصبايا اول ما بالبلوغ عندهم بس بلش يصير عندهم ظهور للثدي، بياخذوا الوضعيه ليخبوا شيء. بفسر اكيد هيدي المدام اذا عندها مشكله بكتافها، يعني كتافها مشنجين، اكيد مشكله من رقبتها وبتتعالج. مش ضروري تخضع لاي عمليه تجميل او حسب الكيس، بس انه بشكل عام تتعالج، لان عم نرجع، يعني عم نجلس الكتاف، هي ما خلقت هيك، عرفت كيف؟ يعني مع الوقت تراكمت، هلا بترجع بتجلس اكيد. طيب دكتور، يعني كلنا بمحيطنا بنعرف اشخاص عندهم ميجرين، ان كانوا بنات ولا شباب. صحيح. بيختاروا الوحده، بيختاروا الاماكن الهاديه، بيختاروا الطبيعه، بيختاروا البحر او المشي بالطبيعه بس من دون مجهود كتير كبير. هيدي حلول هلا هو منه تنفع انيه ولا على المدى الطويل؟ اذا يعني الرياضه قد تلعب الدور بانها تخفف ستريس او يمكن اكتيفيتي نحن بتبسطنا بتطلعنا من اذا بدك المحيط اللي عايشين فيه، لانه شيء نص ساعه ساعه بهال 24 او بالسبع ايام. هو بالفعل اللي بيصير انه هودي الحالات هن بيختاروا الوحده لانه ما قادرين يتحملوا للضوء للصوت وللريحه، هن بينعزوا حالهم كرمال هيك بينزلوا بفوتوا على الاوضه بسكروا حالهم بعتموا، لانه كل شيء حسي بيعمل له تريجر للمايجرين. ما اكيد ما راح يطلعوا الطبيعه لانه ضوء الشمس بيمكن يعمل تريجر. سو هن بيختاروا هذا الشيء اجباري مش انه مش رايح حالهم. كمان هيك اليوم حكيت عن الرياضه، اليوم الرياضه المفرطه الناس اللي بيلعبوا الرياضه كثير كمان بصير عندهم ريسك مايجرين. اوكي اكيد الرياضه منيحه بليمت معين لنحرك الدوره الدمويه، بس كانت اكثر نعم. اوكي، ويلي كمان اللي ما بيشربوا مي كثير ديهايدريشن بتلعب دور. طيب نصيحه اخيره لكل اللي عندهم ميجرين او عم بيستشبهوا بعوارض الميجرين، شو بتقول لهم كاختصاصي باعصاب العمود الفقري دكتور وليد ابو دهن؟ انا بقول لهم انه اذا عندكم مايجرين وفي وجع بالراس وفي وجع بالجسم، معناتها الجسم عم يعطيكم اشاره، عم يعطيكم انذار انه في عندي مشكله حلوه. ما تسكتوا listen to your body. listen to your body exactly. thank you. ما تنطروا لتصير مشكله كبيره ويصير علاجها اصعب. عالجوها، شوفوا مجرد ما تحسوا الوجع يمكن مره اوكي بتقطع، اذا تكرر مره او اثنين معناتها في مشكله بدها حل. جسمكم عم بخبركم، سمعوا جسمكم لانه جسمكم بده يهديكم كل العمر. نحن انبسطنا تسمعنا على شرحك وتفصيلك لهيدي الحالة دكتور أبو دهن، يعطيك العافية، أخذنا من وقتك، منشوفك بلقاءات تانية من يوم جديد على شاشة الأو تي في. مشاهدينا لهون بيخلص لقائنا لليوم الاثنين 2 أيلول، بكرة 3 أيلول الصبحية بتتجدد 8:30 صباحا مع زميلي ريتا خوري وأنا إلي حوشان وفريق عمل برنامج يوم جديد، اللي منقدم لكم كل التحيات وكل الشكر على متابعتكم خلال 3 ساعات من البث المتواصل. ضلوا بألف خير، إلى اللقاء.